صبايا، في حدا بده يقدم هذا الأسبوع على حلقة بحث، حاب يشرح عنده شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين دكتور؟ في حدا مجهز شيء اليوم؟ وين وصلنا؟ طيب أنا راح أشوف وين وصلنا، لأنه الظاهر علي أخذنا الحرية والسرية، أخذ صياغة الهدف جد وأفراد هاي أيضا أخذناها، الرغبة في دماغ جماعات في عندنا الفصل الخامس، ايه مغب التشكيل يا جماعة، عندنا الفصل الخامس. الفصل الخامس اعتبارات الجماعة المبدئية في الإرشاد. الجماعة أولا الرغبة في تكوين الجماعة الإرشادية، العوامل، تمام، صفحة 91، خلينا نحط 90، 93 أو 95. الفصل الخامس أنس، يمكن أنا أول مرة أشوفك يا أنس. أنس لأول مرة أشوف الاسم هذا، أنس محمد عجوب معروف الزمان، قيصر مولود، فاتن موجودة، فاطمة. أنس أول محاضرة تحضرها؟ يا أنس تسمعني؟ شوفوا شباب، نحن حاليا أنس كان أول محاضرة لك، وين كنت؟ الضيف الجديد على المجموعة ولا كنت موجود أول معنا أول مرة تنضاف؟ يا قصدي دكتور، ايه انا طالب جديد معنا. انس طالب طالب جديد، جديد؟ يعني أول ما كان معنا بالمجموعة. لا، من طاف جديد. انس، يلا خير إن شاء الله. السلام جديد، عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جديد على كل شيء. إيه تمام يا أنس، جديد. حياك الله يا استاذ. تمام أنا أسمع، عندك مشكلة. أي سنة أنس أنت؟ سنة ثانية؟ سنة ثانية استاذ، سنة ثانية. يلا على بركة الله. الله يبارك فيك يا أستاذ. شباب نحن اليوم راح ناخذ الرغبة في تكوين الجماعات الإرشادية. شباب بالنسبة لموضوع حلقات البحث، أتمنى أنه الجميع يعجل بالموضوع، لأنه يعني بقى عندنا الشهر 12 والأول نصه، فلازم إحنا نعجل بموضوع الحلقات البحث كرمال إنه نتلافى المواضيع الثانية، ممكن يكون في عندك حلقات ثانية ممكن إلى آخره، فلازم تشتغلوا على هذا الموضوع. يعني لازم كل أسبوع أقل شيء في يقدم اثنين، يعني إذا كل أسبوع قدمت اثنين هاي شهر، إذا كل أسبوع يقدم اثنين هاي شهر، يعني شهر تعتبر انت وصلت راس السنة. وراس السنة شو يظل؟ ما يظل عندك اسبوعين ما بدك تدرس، ما بدك تتفرغ لغير مادة. طيب على بركة الله، من حيث الرغبة في تكوين الجماعة الإرشادية، المرشد من وظيفته أن يتحدث
عن مهنته كمرشد، وعادة يقوم بزيارة المسترشدين سواء طلاب أو غيرهم في صفوفهم لشرح خدمات الإرشاد بما فيها الإرشاد الجمعي العلاجي وهو غيرهم في صفوف يشجع المسترشدين على طرح الأسئلة ومناقشتهم ويجب عليهم. شوف بالنسبة لموضوع المرشد والمسترشد، لاحظوا كل ما شعر المسترشد بالأمان والطمأنينة والثقة اتجاه المرشد، كل ما كان المسترشد قوي في البوح عن أسرار بداخله أو في آلام يشعر بها. فنحن نتمنى أنه بمجال عملك، يعني هو هين عم يتكلم انه يا اخي انت بدك تشرح تفوت على المسترشدين سواء طلاب نساء اطفال الى اخره، ان تشرح عن خدمات المرشد شو خدماته وتفاصيل عن هذا الموضوع والى اخره. ولكن عندما يشعر المسترشد بالراحة والطمأنينة اتجاه المرشد، المسترشد يخرج كل ما بداخله، يتكلم بكل أريحية وكل طمأنينة. كما تكلمنا أنه من قواعد المرشد أيضا من واجبات المرشد السرية، السرية في المعلومات التي يحصل عليها من المسترشد، السرية في المعلومات التي يحصل عليها المسترشد. طيب نحن هذا أول نقطة نتكلم فيها. لاحظوا ومن أيضا من تكوين جماعات إرشادية، يقول لك ويجب عليه لما ينظمه المسترشدون من الإرشاد الجماعي، ما الذي يتحدثون عنهم، من هم الذين ينظمون، كيف ينظم الفرد ينظم الفرد في الجماعة، ما هو الذي يقرر، أي المسترشدين يعينون في أي يعينون في أي مجموعة ولماذا، وماذا يمكن للأعضاء أن يتوقعوا من بعضهم ومن المرشد، كيف يستطيع الفرد من التأكيد والثقة بالآخرين، مكان الاجتماع، عدد المرات، غياب الأعضاء، ويجيب عنها المرشد لكي يعرف المسترشدين على الإرشاد الجماعي العلاجي. وعند البدء بتكوين المجموعة الإرشادية على المرشد أن يتحدث عن الأفراد فردا فردا ليتعرف عليهم من أجل مثلا تحديد إمكانية مساعدته مع بعضه بشكل مناسب، أن يقدر إرادته لبحث مشكلته داخل المجموعة، أخذ الالتزام منه بتغيير سلوكه، الالتزام بمساعدة الآخرين في تغيير سلوكه. نقاط هامة في الإعداد للجلسة مكان الاجتماع، الغرفة يتوفر فيها الراحة النفسية للأفراد بعيدا عن أزعاج الآخرين، أن تكون الجلسة دائرية لكي يرى كل فرد الآخرين. لاحظوا هذا المكان الاجتماع على طول في يقولوا لك انه يا اخي اللون الابيض الناصع او الابيض يجذب، يعني يشعر انه مسترشد بالراحه النفسيه، الاناره القويه، حتى لون الكنب اللي يقعد عليه المسترشد يشعرك بالراحه النفسيه. بالاضافه الى ذلك يقول لك ان تكون الجلسه دائريه، المقصد هنا في الدائرية بغض النظر على أن الكل لكي يروا بعضهم البعض، ولكن بالإضافة إلى ذلك لكي لا يشعر أن الأمر حتى في الجلسات، حتى لا يشعر أن المسترشد أن هناك من يترأس هذه الجلسة فيشعر بشعور الرائس والمرؤوس، يشعر بشعور الرائس والمرؤوس، فيترك له على شكل دائري لكي تصبح العملية أكثر طمأنينة، أكثر اتفاق، أكثر ثقة بين أعضاء الجماعة الإرشادية. لاحظوا أيضا الجلسة تسمح بدرجة من الراحة النفسية، تكرار المقابلات مرة في الأسبوع معدلا جيدا، إلا أن نوع الجماعة له دور في عدد المقابلات، طول الجلسة من ساعة ساعة ونصف لأن مدة الإنتاجية يقل إذا طالت الجلسة، إلا أن النمو السنفيهما أثر ما. يعني اليوم نحن مثلا الجلسة الإرشادية أنت بدك تأخذها على مبدأ شو هم، شو أعضاء الجلسة الإرشادية، من هم أعضاء الجلسة الإرشادية، مثلا كبار بالسن، شباب، أطفال، فكل هاي الأمور أنت بدك تقيسها بالنسبة للزمن، زمن الجلسة الإرشادية.
يقاس على مبدأ الفئة العمرية. يعني اليوم أنت الشباب غير الأطفال، يعني الطفل ما راح يقعد لك ساعة ونص، الطفل أول نص ساعة ممكن أركز معاك والبقية خالص. فهذا الأمر يجب أن يقاس الزمن على حسب الفئة العمرية الموجودة أو ضمن الجماعة الإرشادية. عدد الجلسات هو يتكلم يقول لك حسب المجموعة، ولكن معدل وسطي. عدد الجلسات هي مرة في الأسبوع، يفضل أن تكون مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع. من حيث العوامل المؤثرة على فاعلية الجماعة، لدينا عوامل. أولا، من أهم هذه العوامل، هناك عوامل تؤثر في الفعالية بشكل إيجابي أو سلبي. فإذا توفرت تلك العوامل وبشكل مناسب، فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق أهداف الجماعة وفقا لما هو مخطط له. في حال عدم توفر تلك العوامل لسبب أو لآخر، فإن إنتاجية الجماعة تقل، وهذا مما يعيق تحقيق الأهداف. وسوف نستعرض أدنى أهم العوامل. أولا، عوامل شخصية. عوامل شخصية، عوامل شخصية. من المعروف أن اختلاف نمط الشخصية قد يؤدي إلى تعامل الأعضاء بطرق ذات طابع معين، حيث يفرض هذا الاختلاف متطلبات معينة. وقد حاول العلماء التغلب على هذه المشكلة عن طريق فحص الراغبين في الانتساب للجماعة في طريق المقابلة المبتدئة لإقصاء ذوي الشخصيات الغير مناسبة والتي تهدد تفاعل المجموعة وتعيقها من بلوغ أهدافها. فوجود شخص من ذوي الاضطراب النفسي العميق عادة ما يصبح عاملا سلبيا داخل مجموعة زيادة الحساسية أو مجموعة التفاعل على سبيل المثال. يعني على سبيل المثال، نحن يجب أن نختار هذه المواضيع بحيث أن تكون، يعني المواضيع يجب أن تكون أعضاء المجموعة يجب أن يكونوا متشابهين، أعضاء المجموعة يجب أن يكونوا متقاربين أو متشابهين بمشاكلهم. يعني اليوم إذا كان هناك مشاكل متفاوتة إلى درجة، فممكن إنها تسبب خلل. يعني خلينا نقول اضطراب من الدرجة الثالثة مع اضطراب من الدرجة الأولى ممكن أن يسبب لنا خلل في هذه الموضوع. نرجع نكمل. لدينا المقابلات الفردية. المقابلات الفردية يؤدي التفاوت، شوف شايف، في قدرات أعضاء الجماعة إلى خلق قوة تؤثر في عمل الجماعة. فجماعة النقاش قد لا تفيد الذين يعانون من الانطواء. يعني اللي يعانون من الانطواء هم بالأساس ما لهم أخلاق على الحديث. على الحديث ما لهم أخلاق أبداً. فهذا الموضوع في المقابلات الفردية، ما يعني يجب أن يكون هناك تفاوت في هذا الموضوع. يقول لك يؤدي التفاوت إلى في قدرة أعضاء المجموعة إلى خلق قوة تؤثر على عمل الجماعة، على عمل الجماعة. فجماعة النقاش قد لا تفيد الذين يعانون من الانطواء بقدر ما نستطيع من جنة. نلاحظ المقابلات الفردية. شوف، السمة الثانية من سمات الجماعة تتضمن حجم الجماعة. أولا، نحن تكلمنا عن حجم الجماعة. ثواني شباب بس.
حجم الجماعة كما سبق وعرفنا أن حجم المجموعة يعد من العوامل الهامة في تحقيق الأهداف، وذلك أن زيادة حجم الجماعة يؤدي إلى قلة قدرة الفرد على الاتصال. يعني اليوم نحن نرجع الصفوف العادية، نحن نتكلم يقول لك أنه مثلا العدد الصف المثالي هو يتراوح ما بين 20 و 21، هذا العدد الصف المثالي. يعني كل ما زاد العدد كل ما قل، يعني راح يصير عندنا إهمال لبعض أعضاء المجموعة، إهمال لبعض أعضاء المجموعة. فنحن نتكلم كما سبق وعرفنا أن حجم المجموعة يعد من العوامل الهامة في تحقيق الأهداف، في تحقيق أداء أو زيادة حجم الجماعة، ويؤدي إلى قلة قدرة الفرد على الاتصال بجميع أعضاء الجماعة. ويشير في هذا المجال إلى تفضيل الأعضاء الجماعة ذات الحجم الصغير على الكبير. أكيد اليوم أنت بالصف اليوم أنت بالصف لحالك، وقت تقول أنه عدد الطلاب وقت يتراوح ما بين 15 ل 20، أفضل من أن يكون من 25 ل 30. حتى قدرة المعلم على توصيل الفكرة، أو يضطر المعلم مثلا إلى استخدام طرق تقليدية. فهذا هو الموضوع اللي يفضل أنه المجموعات الصغيرة على المجموعات الكبيرة. ثانيا، ثانيا مشاكل المجموعة، ثالثا مشاكل المجموعة. شوف إن الإرشاد، وعلى الرغم من محاسنه الكثيرة، إلا أن تعتريه الكثير من المشاكل اللي إلى تأثر في فعالية الجماعة، التي يمكن إجمالها بالشكل التالي. أولا عندنا مشاكل. شوف ما هي هذه الأول المشاكل؟ أن لكل أسلوب ومهمة بلغت فوائده وأوجه القصور وجوانب وضعف في قدراتهم وفي ضعف، ومن واجبات المرشد في المقام الأول استخدام أساليب الإرشاد المناسبة لطبيعة الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. أما في حال سوء استخدمت الوسيلة بسبب الجهل أو نقص الخبرة أو المهارات الفنية، هذا يسبب الفشل في اختيار أفراد المجموعة. يعني أخرى نرجع ونتكلم، كأنك شوف مبدأ العملية الإرشادية هي مثل مبدأ، خلينا نتكلم نفس المبدأ التدريس. فاختيار المعلم للوسيلة إذا تم اختيارها بشكل خاطئ نتيجة جهل أو نتيجة قلة معرفة أو كذا، أيضا يؤدي إلى نتائج سلبية. فيجب أن تكون كل هذه الأمور مبنية على قواعد علمية. فيجب أن تكون هذه مبنية على قواعد علمية. فإن يعني مثل ما نتكلم بالعامية، إذا وضعت حجر الأساس بشكل صحيح فالبناء يسير بشكل صحيح. فعلى هذا المبدأ نسير. اثنين، أن وجود شخص في المجموعة يعاني من صراعات ذات جذور عميقة قد يؤدي فعلا إلى فشل المجموعة، إذ لم يكن هدف المجموعة الأصلي هو التعامل مع اضطرابات في هذا النوع. ومن سوء الحظ قد يعيق هذا العضو المجموعة للنمو والتطور. يعني مثلا رجعنا وأخذنا نفس العنوان، مثلا اضطراب من الدرجة الثالثة ما فيك تحطه مع اضطراب من الدرجة الأولى. يعني مثلا خلينا نتكلم، احنا عندنا مجموعة إرشادية، فتلاحظ في أشخاص ممكن وصلوا لمرحلة أنهم يأخذوا أدوية، ما فيك تحطهم مع شخص ممكن أنت بجلسات إرشادية تعدل سلوكه أو بجلسات إرشادية توجهه. فهنا أنت إذا أخذت الدرجة العميقة مع الدرجة السطحية، هنا أنت راح تسبب في خلل بهذا الموضوع، راح تسبب خلل في هذا الموضوع. فنرجع ونحن نتكلم أيضا، يقول لك إن وجود شخص في المجموعة يعاني من صراعات. اثنين، ويمكن تحاشي ذلك عن طريق الاختبار الدقيق لأعضاء المجموعة، عن طريق مقابلات مبدئية مع العضو المتقدم للانتساب للجماعة لتحديد مدى ملائمته للعضوية. ثالثا، إحالة العضو الذي يعاني من مشاكل حادة وعميقة إلى جهة مهنية تستطيع التعامل مع هذه الحالات. أما على مستوى الإرشاد الفردي أو على مستوى مجموعات العلاج المناسبة، وتكون الإحالة قبل المرشد النفسي وعندما يكتشف حال العميل. وبطبيعة الحال يؤثر هذا التحويل إلى ترك هذا العضو للجماعة، فيؤثر ذلك فيما بينه على العضو نفسه. رابعا، استخدام أسلوب الإرشاد الجماعي قد يكون ضرورة تفرضها زيادة عدد العملاء وقلة المرشدين، مما يجعل الوسيلة البديلة متاحة في مثل هذه الظروف.
خامسا، تشير الكثير من البحوث والدراسات والتي تناولت مجالات الإرشاد الجماعي وأساليبه، تشير الكثير إذا أمكن في كثير من المجالات تعميم النتائج الإيجابية التي حدثت داخل المجموعة من قبل الأعضاء في تعاملها مع غيره من الأفراد ذوي العلاقة بهم في حياتهم اليومية. لاحظوا شباب، نحن نتكلم على طول في حدا طالب بدخول، يعني ما ننتبه عليه. لا أم أطلب، لا ما حكيت باللي رسالة، تمام ليس. نحن نتكلم يا شباب من يعني في مبادئ يجب أن يعتمد عليها المرشد، في مبادئ يجب أن يعتمد عليها المرشد. من أهم المبادئ هو التوجه للمجموعات الإرشادية كوحدة علاجية محتاجة للمساعدة والتوجيه، النظر للشخصية الفردية على أنها نتاج للعلاقات داخل المجموعة المصغرة، إعطاء النصائح والإرشادات والتدخل العلاجي. يعني اليوم أنت كمرشد نفسي أو كمرشد يجب أن تكون عندك رؤية كاملة لمقتضيات المجموعة الإرشادية. يعني حتى إذا بدك تضم عضو أو مسترشد إلى المجموعة الإرشادية يجب أن تعمل له مقابلة مسبقة، مقابلة فردية تشخص هاي الحالة على أساسها أنت ممكن أنه هذا الشخص ينتسب إلى هذه المجموعة أم لا ينتسب، هل حالته تناسب انتساب هذه المجموعة أم لا تناسب. فكل هاي الأمور يجب أن نأخذها، أنت كمرشد نفسي يجب أن تأخذها في الحسبان، يجب أن تأخذها في الحسبان. لاحظوا أن الإرشاد النفسي الجماعي ليس معناه إلغاء العلاج الفردي، إنما يكون متكاملا معه وتنطلق مبادئ الإرشاد. شوفوا لاحظوا هذا السؤال يذكرنا بجملة أو بفقرة أخذناها سابقا، يتكلم إنه أول عملية إحنا نعمل إرشاد فردي ونعمل إرشاد جماعي، نعمل إرشاد فردي ونعمل إرشاد جماعي بناء على المعلومات الفردية. إذا تذكروا الإرشاد بين الزوجين وبين الأزواج مثلا، كان في عندنا في مادة الإرشاد الزوجي والهذا، فيقول لك إنه أول شيء أنت أخذ بيانات فردية ثم خذ بيانات جماعية ثم قارن بين البيانات الفردية وبين البيانات الجمعية. لاحظوا التطهير وهو مبدأ يستند إلى إزالة الأثر السلبي للذكريات عن طريق دفع المسترشد لإعادة معايشتها. هلا ملك، تمام ملك، قبلناك إن شاء الله. اثنين، النقلة وهو موقف انفعالي يقفه المسترشد تلقائيا حيال المرشد ويتميز بالتكافؤ الوجداني، التمثل أو التقمص وهو عملية نفسية يتمثل الفرد بواسطة صفات شخص آخر. شوفوا أولي يقال يعني مثلا في شخص عندنا، لاحظوا هنا التمثل أو التقمص، يعني ما أنت تقول للواحد على سبيل المثال لا تدخن، أو خلينا نتكلم أنا أتكلم أتكلم أتكلم، تلاحظ واحد يقول لا تعلم، يعني بمعنى بالعامية ما أتذكر المثل بالضبط، ولكن يقول له لا تكلمني ولكن أريني أفعالك، يعني الكلام اللي أنا مليت يعني من الكلام، شوفني أفعالك، شوفني أفعالك. فأفعالك هي تدل على هذا الموضوع. ولاحظوا نحن كأشخاص اليوم كل منا لازم يكون في حياته شخص يقتدي به، يتمنى أن تكون شخصيته مثل هذه الشخصية. فللأمانة نحن شوف حتى ولو كل إنسان في بداخله شيء سيء،
نحن ما لنا علاقة بهذا الموضوع، ولكن احنا لنا الظاهر. مثلا اليوم خلينا نقول الله يرحمه دكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي رائد في التنمية البشرية، فتلاحظ نحن من خلال قراءتي لكتبه، التفكير الإيجابي والتفكير السلبي، العقل الباطن، الثقة بالنفس، اتخاذ القرار، التفكير الناقد، هاي كلها كتب له. حلو، هاي كلها كتب له، ويتكلم ومتحدث إلى آخره. فأنت كشخص تتمنى أنك تكون مثله، فهو وقت يتحدث معك أنت لازم، أنت نفضل نفترض أنه هو مرشد، هو مرشد وأنت مسترشد، فأنت كمسترشد مثلا أنه تتمنى تكون مثل هذه الشخصية، تتمنى أنك تكون مثل هذه الشخصية الظاهرة أمامك. نكمل. التعميم يتلخص في تعميم المعايشة الفردية على كافة أعضاء المجموعة وحثهم على المشاركة الإيجابية فيها. الالتحام أي التماسك، إذ يعمل المرشد على خلق روابط وعلاقات بين أفراد المجموعة. يعني لاحظوا التماسك، يجب أن يكون أعضاء المجموعة يد واحدة وصوت واحد. وهذه الأمور أو هذه الروابط، من الذي يقوم بوضعها؟ هو المرشد، هو المرشد الذي يقوم على تأسيس هذه الروابط، الذي يقوم على تأسيس هذه الروابط. لاحظوا رابعا، من حيث ديناميكية العمل في المجموعة، إن للعمل ضمن المجموعة تأثيرات متعددة المستويات كالاجتماعي والثقافي والعاطفي، حيث أن المشاركين في المجموعة يأتون من خلفيات اجتماعية ودينية وثقافية مختلفة، على الأغلب أيضا ينتمون إلى مناطق جغرافية وسياسية مختلفة. لاحظوا نحن في عندنا مثلا اليوم خلينا نتكلم بمنطقة إدلب أو بمنطقة عزاز أو إلى ما شابه، فلاحظوا نحن يوجد فيها ناس من خلفيات مختلفة. هذا اللي يأتي من درعا، وهذا اللي يأتي من الشام ومن اللاذقية ومن الجولان ومن القنيطرة ومن حمص وإلى آخره. فهنا أيضا اختلفت عندنا الخلفيات الثقافية، اختلفت الخلفيات الثقافية، فيجب على المرشد أن يكون ملم بهذه الخلفيات أو هذه الاختلافات. فهذه أيضا المقصود حول يتمحور، وهذا الجزء يتمحور حول ديناميكية العمل في المجموعات بشكل عام، مع توضيح خصوصية العمل والهدف من تكوين المجموعات وفلسفة العمل ما وراء هذا التوجه. هذا كله عبارة عن لاحظوا سادسا، من حيث استراتيجية العمل داخل المجموعة، كيف انت اي عمل شباب، اي موضوع يتطلب منك، لازم يكون في استراتيجية تمشي عليها، لازم يكون في خطط تمشي عليها. فاليوم نحن على سبيل المثال، اليوم احنا بدنا نروح على 3 4 مناطق، فلازم يكون في استراتيجية او خطة نمشي عليها. مثلا يعني مي معقولة مثلا نحن 3 4، على سبيل المثال نعطي مثال تقريبي، 3 4 راكبين بالسيارة، والله ركبنا بالسيارة، واحد يقول خيو خلينا نروح على المكان الفلاني، والثاني يقول لا خلينا نروح على المكان الفلاني. لا، فيجب أن هناك تكون استراتيجية واضحة للعمل. أو بتشوف أن مثلا اجتماعنا، ما نحن المسترشدين مع المرشد، فكان عندنا خطة برنامج مثلا نتكلم فيها عن الخوف من الامتحانات مثلا. خلينا نتكلم في مجموعة منا من الطلاب، نحن عندنا عندنا فوبيا من الامتحانات، وفي عندنا مثلا في واحد عنده فوبيا من الصراخ العالي إلى آخره. عندنا 3 رأي، تخيل أنه إحنا نكون عندنا استراتيجية بوضع برنامج حول النقاش. مثلا نتكلم أول شيء عن موضوع الامتحانات، ثاني شيء نتكلم عن موضوع فوبيا مثلا من الصوت العالي. فكل هذه الأمور يجب أن تكون هناك استراتيجية. فيقول لك هناك أساليب واستراتيجية كثيرة متنوعة لجعل مسار وبناء المجموعة أكثر فعالية. وهنا مهمة المرشد في اختيار الاستراتيجية والأسلوب الذي يتلائم
الذي يتلائم، وهدف اللقاء من هذه الأساليب. هناك الأسلوب المنفرد الفردي، يقوم المرشد بطرح موضوع أو قضية معينة ويطلب من كل فرد أخذ مساحة والحرية في التفكير والاختلال بنفسه. أسلوب من واحد إلى واحد، أي الثنائي. هنا يتم تقسيم المجموعة الكبيرة إلى ثنائية مهمة. الثنائية نقاش موضوع معين أو قضية أو مال الوصول بقرار معين حول القضية، وهذا يساعد في التقارب أكثر بين المجموعة والإصغاء إلى آراء وأفكار جديدة، وإتاحة المجال لكسر الحواجز بشكل أقل توترا وزيادة الشعور بالألفة والمودة والثقة. أسلوب تقسيم المجموعة إلى مجموعات صغيرة، هنا يتم تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات صغيرة ويكون بمثابة مجموعات عمل أو نقاش. أسلوب العصف الذهني هو أحد الطرق التي تساعد في اكتشاف أكبر قدر من الأفكار والمفاهيم. شوفوا شباب، أنا أم أقرأ سطر أو سطرين بس أخذ الفكرة من النص، وبعدين أنا بكمل لحالي، ما بداعي يعني بنسج هذا الموضوع بناء على الأفكار المبنية. فلاحظ يقول لك هنا أسلوب تقسيم، أول شيء قسمهم إلى مجموعتين، إلى شخصين، بعدين إلى شخص صغير، مجموعة صغيرة، يعطيك موضوع وتناقش مع أنتم، شوفوا لي شو هي المشاكل وجدوا للحلول. شو هي المشاكل وجدوا للحلول. مثلا خلينا نعتبر أنه الخوف من الامتحانات، احنا ثلاثة أربعة بالمجموعة، ثلاثة أربعة بالمجموعة، فجينا احنا الثلاثة أربعة بالمجموعة الخوف من الامتحانات. شو المشكلة؟ الخوف من الامتحانات. طيب ما هي أسباب الخوف من الامتحانات؟ مثلا كثرة كلام المعلم وإصرار المعلم على الامتحانات، التلميح للمعلم بانخفاض الدرجات وسيتم الرسوب إذا لم تدرس، وتكرار هذا الموضوع، يعني إعطاء المعلم أهمية للامتحانات أكثر من المطلوب، كذا. كل هذه الأمور نناقشها نحن. طيب الحلول، الحلول كذا كذا كذا، لازم أن يكون الاختبار هو مجرد تقييم بسيط لما تم أخذه مثلا من خلال الدراسة ومن خلال المتابعة، تجري الامتحانات بشكل سهل. فهين الأمور، أنت كمرشد من خلال تقسيم المسترشدين إلى مجموعات صغيرة وطرح عليهم موضوع ما من خلال المشكلة وإيجاد الحلول، تحليل المشكلة وإيجاد الحلول لها، هذا يساعدك في متابعة هذا متابعة المجموعة الإرشادية. أسلوب العصف الذهني أيضا طرح أسلوب العصف الذهني هو معروف، وهو أحد الطرق التي تساعد في استكشاف أكبر قدر ممكن من المفاهيم والخواطر حول موضوع أو قضية ما داخل المجموعة، وهذا يساعد في فهم المحتوى الثقافي والاجتماعي والبيئي للمجموعة، ويعطي الأسلوب الأمثل ككيفية الدخول وتحقيق هدف المجموعة بشكل. أسلوب التمثيل يا شباب، أسلوب التمثيل هو أسلوب لعب الأدوار. التمثيل هذا أسلوب تمثيل، هلا هو راح يفصل، نكمل على القسم الثاني. تمام شباب، هلا 5 دقائق وارجع بعث لكم الرابط. تمام دكتور. طيب زملاء تابع، هو ما ظل الشيء قليل من هذا الفصل، هو عبارة عن توجيهات بكيفية تشكيل المجموعة الإرشادية وضوابط تشكيل المجموعة الإرشادية وأساليب والاستراتيجيات وكيفية اختيارك لأعضاء المجموعة الإرشادية. فكل هذه الأمور يجب علينا أن ندركها، يجب علينا أن ندركها. يعني مثلا كما ذكرنا انه مثلا نحن عندنا مجموعة ارشادية، خلينا نتكلم مثلا عندنا في شخص عنده درجة الاحباط مثلا من الدرجة الثالثة، ما فينا نجمعه مع الدرجة الاولى. المرشد في اختياره يعني عندما يريد ان ينضم لنا شخص ما الى المجموعة الارشادية، فلازم المرشد يعمل مقابلة فردية مع المسترشد من أجل تقييم حالته
هل هو مناسب لانضمامه لهذه المجموعة أم غير مناسب؟ فكل هذه الأمور يجب علينا، على أنت كمرشد يجب عليك أن تدركها، يجب عليك أن تدركها. نتابع نحن هنا، في عندنا مثل ما تكلمنا، عندنا أسلوب التمثيل الأدوار، هو أحد الأساليب القيمة في لقاءات المجموعة، حيث يتيح للأفراد تمثيل أدوارهم الحقيقية أو أوضاع مروا بها، أو تمثيل آراء أو أدوار. هذا الأسلوب يسمح لهم بارتداء ثياب وغيرهم، يعني يأخذ المقصد هنا تمثيل الأدوار ليس بدور انك تمثل دور، لا، انك بدك تعطي الدور حقه، تعطي الدور حقه من حيث اللباس، من حيث الشخصية، من حيث نبرة الصوت. فكل هذه الامور يجب ان تعطى. مثلا في كان في بقصة انا قرأتها من قصص التنمية البشرية، قصة من قصص التنمية البشرية، هي قصة إلى حد ما أنا بالنسبة إلي أعجبتني. كان في رجل يعني أعلن إفلاسه، هذا الرجل أعلن إفلاسه، ف هي قصة من قصص التنمية البشرية، ولكن إحنا نتكلم عن تمثيل الأدوار. هي مدى صحتها، هل هي صحيحة أم غير صحيحة لا أعلم، ولكن أنا قرأتها في أحد كتب التنمية البشرية. رجل أعمال أعلن إفلاسه، فضاقت به الدنيا، فأخذ يتجول ويمشي في الشوارع والحدائق، فدخل على حديقة، دخل على حديقة، فجلس على هذه الحديقة، على أحد مقاعد هذه الحديقة، فإذ مر من جنبه شخص لابس مريول طبي، لابس مريول طبي وقاعد، فقعد جنب هذا الشخص، جنب رجل الأعمال الذي أعلن إفلاسه، فقال له إنه شو القصة، شو في؟ قال له القصة أني أنا كنت رجل أعمال ذو صاحب ومال إلى آخره، ولكن نتيجة الظروف خسرت وأعلنت إفلاسي وإلى آخره، وأنا الآن محبط إلى درجة الصفر، ماذا أفعل بنفسي؟ فهذا الشخص ماذا فعل؟ لابس مريول إنه مثل الدكتور يعني، فقال أنا راح أساعدك. قال له كيف راح تساعدني؟ قال راح أعطيك شيك بقيمة 100,000 دولار، وهذا الشيك تروح أنت تعتمد على حالك، هذا الشيك موجود لا تصرفه حتى إلا تحتاجه 100%، كونك أنت كنت رجل أعمال وفلست معناته أنت عندك قدرة أنك تنهض من الصفر، كونك كنت رجل أعمال وفلست فمعناته أنت عندك قدرة أنك تنهض من الصفر. فقال له نعم، فقال طيب هذا الشيك 100,000 دولار ما بتصرفه حتى تحتاجه 100%. قال له طيب أنت تعطيني شيك ب100,000 دولار ولا تعرفني ولا أعرفك، على أي أساس؟ قال أنا بعرفك أنه أنت رجل أعمال، كونك أنه رجل أعمال وكذا، وحاب أساعدك، حاب أساعدك، وروح معك 6 أشهر، وبعد 6 أشهر بالضبط نلتقي في هذا المكان وبنفس الوقت. قال له تمام. راح بعد 6 أشهر ورجع ملتقى بنفس المكان. فإذ هذا اللي لابس مريول طبي سأل رجل أعمى قال له صرفت الشيء؟ قال له لا ما صرفته. قال له كيف وضعك؟ قال الحمد لله بلشت بالشغل، دخلت على السوق، سمعتي موجودة، وقد دخلت بقوة، لأنه في عندي شيك بقيمة 100,000 دولار، إذا اضطريت راح أصرفه، ولكن وقت أني دخلت على السوق وأنا كوني تاجر معروف وإلي سمعتي وإلي كذا، فالناس قامت تمدني بالبضاعة أبيع
وارجع لها مصاريها واخذ مربحي وعلى هذا الشكل، ولكني معتمد على هيك حاسس القوة بنفسي والثقة بنفسي، لأني في عندي شيك ب100,000 دولار. إيه؟ قالوا له تمام. قالوا حاليا الحمد لله عم أشتغل وأموري طيبة وسددت من الديون بما يقارب النصف وإلى آخره. فأثناء هذا الحديث إجوا 3 4 أشخاص لابسين مريول طبي ويمسكوا بهذا الرجل، يمسكوا بالرجل منه اللي لابس مريول، يمسكوا بهذا الرجل اللي لابس مريول طبي. فرجل الأعمال سألهم أنه ليش مسكتوا هذا الزلمة؟ قال هذا الزلمة زلمة مجنون، ولكن عنده هوس أن يصبح طبيب، وكل مرة يهرب من المشفى وإحنا نرجعه، والمريول ما يتركه، ممكن يتخلى عن الألبسة الثانية ولكن المريول ما يتركه، ولكن هذا رجل مجنون. فرجل الأعمال تعجب وقال كيف هذا مجنون وأعطاني شيك وتكلم معايا كرجل عاقل وكذا؟ قال فقالوا له الدكاترة إنه عادي هو يتكلم معاك، وعنده شخص عنده إنه هو وقت يتكلم معاك يتكلم معك بصفة انه طبيب، هو ما يتكلم معك انه بصفة انه مريض او بحاجة الى عناية او كذا. فقال هو اذا يتكلم معك بانه صفته طبيب. قال لهم طيب وش الشيك اللي اعطاني اياه؟ قال هذا ما له اساس، هذا ما له اساس، هو يتكلم انه عنده هوس انه بده يصير دكتور وكذا والى اخره، فهذا الشيك هو عبارة عن ورقة لا رصيد ولا لها شيء. فالمسألة منين ترجع؟ المسألة نقطة المسألة يعني والقصة هاي إنه رجل الأعمال انطلق من الصفر استنادا على ثقته بشيء وهو الشيك، ولكن استناده على الثقة به حتى ما اضطر إنه يصرف هذا الشيك. لو شوف الرجل الأعمال اعتمد بالدرجة الأولى على شو؟ على نفسه، اعتمد بالدرجة الأولى على نفسه، فبمجرد اعتماده على نفسه تجاوز مرحلة صرف الشيك. لأن لو راح مباشرة باعتماده على هاي الورقة وصرف الشيك مثلا، فراح لأنه وشاف أنه لا أساس لموضوع الشيك أبدا، فتعرض إلى حالة إحباط مثلا، ولكن اعتمد بالدرجة الأولى على نفسه. فنحن نرجع ونتكلم أنه هذا الشخص أخذ تمثيل الدور، تمثيل دوره كطبيب أو أنه عنده فوبيا لأن يصبح طبيب، هذه من أعظم الأمور التي ممكن أن يسلكها الإنسان، من أعظم الأمور التي ممكن أن يسلكها الإنسان. فنحن نتكلم انه هذا الشخص اعتمد على نفسه باستناد قليل الى ورقة لا اصل لها، ورقة لا اصل لها. فشوفوا نحن هنا نتكلم، اسلوب التمثيل الادوار هو احد الاساليب القيمة في لقاءات المجموعة، حيث يتيح للافراد تمثيل ادوارهم الحقيقية او اوضاع مروا بها او تمثيل آراء وأدوار، وهذا الأسلوب يسمح لهم بارتداء ثياب غيرهم ويفسح المجال للمشاركين في المجموعة لرؤية ذواتهم بالمفاهيم والسلوكيات التي يسوقون، أيضا لتعب الاستكشاف الذاتي يعطي لأفراد المجموعة مساحة وبعدها للتفكير حول المفاهيم وقيم تربوا عليها وإعادة النظر في تلك المفاهيم وإمكانية تطوير الرؤية النقدية الذاتية حول مواضيع بدت بديهية طبيعية، مثل اعتقاد بعض الأهل أن أفضل وسيلة لتربية الأطفال وتعديل سلوكهم هو العقاب بشكل عام والجسدي بشكل خاص. على أنه شوف نرجع ونتكلم اليوم، أي عملية تربوية لا بد أن تخضع لعملية الثواب والعقاب، والعقاب ليس بمعنى العقاب الجسدي والضرب المجرح وإلى ما شابه. أنا برأيي العقاب اللي ممكن أنت تستخدمه مع ابنك أو مع بنتك هو الحرمان، الحرمان، وليس الفرط بالحرمان، لأن الفرط بالحرمان ممكن أن يسبب الانحراف.
فخلي حتى حرمانك متوازن، حتى حرمانك متوازن، لأنه الفرط بالحرمان يسبب الانحراف. فخليك معتدل حتى في حرمانك. نرجع ونتكلم الحرمان، ولكن مع الأسف الشديد اليوم نحن تحت ظاهرة إنه الولد عم يأخذ كل شيء يتمناه، لدرجة إنه يعتقد الطفل إنه كل شيء بالنسبة له مباح، كل شيء بالنسبة له مباح. فنحن شتان ما بين التربية نحن اللي تلقيناها من قبل أهلنا، وبين التربية اللي نحن عم نعطيها لأبنائنا، شتان. فنحن نتمنى كشخص، أنا كشخص أتمنى إنه أعطي ابني التربية اللي أعطاني إياها أبي، لأنه كان في شيء اسمه حرمان، كان في شيء اسمه حرمان. أما اليوم نحن صدقا في حرمان، كنا في أشياء كثيرة نتمناها. اليوم الطفل إذا بده ينزل على السوق، على كثر ما يتمنى، إذا تسأله تقول له يا ابني شو بدك؟ يقول لك ما بدي شيء. هذا إنه اكتفى، اكتفى هو، ولكن مستوى طموحه هذا هو، اكتفى هو، مستوى طموحه هذا هو. فهنا تكمن عملية الحرمان، والذي هو بالثواب والعقاب. فهذا الموضوع اللي هي لهذا بهذا اليوم نكتفي، ونتمنى من الجميع الأسبوع القادم تقديم حلقات بحث، من أجل لأنه وصلنا الفصل السادس، لنا 8 فصول، باقي لنا 3 فصول، يعني راح ناخذ بس أهم المشكلات السلوكية والطرق العلاجية. بس أتمنى أن نناقش حلقات البحث بشكل مبكر، كمان نتفرغ لي لأنه راح يكون في عندنا امتحانات أيضا وإلى آخره. اللي حاب يبعث لي على الخاص أسماء الحلقات، أو على العام يشارك، لا يبعث لي على العام المجموع، يبعث لي أسماء العناوين، يا نوافق عليها المناسب نوافق عليها، وإذا في تعديلات نعدل عليها، كرمال نباشر شغل إن شاء الله الأسبوع القادم. الله يعطيك العافية يا دكتور، أنا الله بعثت لك يا على العام على المجموعة المجموعة شو هي؟ الإرشاد الجماعي للمراهقين. تمام العنوان، تمام، توكل على الله، بس خلينا نفوت على المجموعة، بس كثر المجموعات ماذا نعرف عن المجموعة؟ الله يعطيك العافية. ما في ايه، امتى بعثت لي بالله؟ المحاضرة السابقة طيب لا الحالة أم جوري عبير بعثتني، تمام عبير أعطيتها الموافقة، وأنت كمان أعطيتني الموافقة لي تمام، دكتور، لكن قلت لي توكل، توكل على الله. أيوة توكل وأنا على الله. دكتور أعطيتني الموافقة. الاسم بالخير، صيبة سواس، عم بكتبها هلا. تمام، شو هي كان عنوان حلقتك؟ صيبة 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 صيبة. طب ما في مشكلة، صبا الضغط النفسي وأثره على كبار السن، تمام، يلا على بركة. وأنا دكتور أعطتني الموافقة، بس ما يمكن مو بهاي المادة. مين الاسم؟ فاتن فاتن. فاتن وليد كبيش. إيه فاتن، أعطيتك على أي مادة؟ شو كان العنوان؟ دور الإرشاد الأسري في معالجة مشاكل الأسرة. هذا بمادة الإرشاد الزواجي. إيه تمام دكتور، راح أختار عنوان وأبعث لك إياه. ما عندك أي مشكلة، حتى فيك أنت مثلا هذا العنوان فاتن، هذا العنوان الإرشاد الجماعي والإرشاد الأسري لا يختلف، تمام، اختار لنا عنوان لهذه المادة وما في مشكلة. تمام، بارك الله فيك دكتور. الله يبارك فيكم جميعا. طيب خير إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
اللي بده يقدم يبعث اللي بعدين انه راح يقدم هذا الاسبوع، بس لازم يقدمون 2 3. يلا فك إن شاء العقدة الله، إن شاء الله، ان بإذن شاء الله. الله. يلا خير، تصبحوا على خير شباب، صباح وأنت بخير، الله يعطيك العافية الله دكتور. فيك يا